الله أكبر الله أكبر. صلاة الفجر تاريخ اليوم 16/2/2023. سلم بديك وقلبكم، إن شاء الله الله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق كل أنواع النعم إلكم لحبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي، نفسيا ماليا أسريا اجتماعيا اقتصاديا روحانيا أخلاقيا ثقافيا معنويا كل شيء. يعطيكم ألف عافية ويرحم جميع موتانا. حنقرأ دعاء لترقي جميع الأرواح اللي راحت لأعلى جنات الفردوس ولجميع الناس اللي موجودين عشان الله يشفيهم من جميع الأمراض والتعصبات والجهل. سلم إيديك وقلبكم. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عما سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة فشهدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية فبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فاسترحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهور خيرتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. يا أبناء الروح، أنتم خزائني لأن فيكم كنست لآلي وأسراري وجواهر علمي، فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. يا ابن الروح، في أول القول املأ قلبا جيدا حسنا منيرا تملك ملكا دائما باقيا أزلا قديما. الله يحفظكم جميعا. دائما الله المستعان الله المستغاث. ما في أحسن من أنه